شفنا مقابله مفتوحه منذ بدايه المباراه، وين يعني احنا جينا باش نبادروا بالهجوم. نعرفوا ان فريق المراكشي فريق الخصم يعني فريق لا بأس به سواء دفاعيا او هجوميا. شفنا انه فرديات الهجوم ديالو تغلبوا نوعا ما بسرعتهم على اللاعبين تاعنا. رغم ذلك اقول ان جماعيا كنا احسن تنظيم، احسن وجود في الميدان، واكثر تضييع. يعني اذا كان شفنا ان المباراه يعني نحلوها هجوميا رغم ان الخصم سجل وضيع، ولكن احنا الفرص اللي طاحت لنا كنا قادرين نعودوا في المباراه، كنا قادرين نسجلوا وسجلنا اظن. يعني بالك الاخوان انتوما حتى يعني واحد من الحكام ما قدرش يجاوبني، قلت له اذا كان فيه تسلل قل اظن ما كانش فيه تسلل، كان لان الكره كانت بعيده كل بعد، وكل حتى واحد ما كان يستنى باش اللاعب تاعنا يضرب الكره. فاظن لو كان الهدف في اللحظه هذيك لكانت الامور، لان احنا اليوم كان ايماننا انه على الاقل نعودوا بالتعادل، لان شفنا ان رغم فرديات كما قلت لكم الخصم الهجوميه الا ان كنا قادرين وكنا اقرب للتسجيل لولا تضييعات سهله. وزيد على ذلك كما شفتوا يعني يسجلوا عليك هدفين، ان سونتر انودان يعني كره يعني ملوحه هكاك سو الكوتي يعني دروا، ومن بعد الكره الثانيه تبدا الدور في 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 في, في, في 18 متر وين اللاعبين ما تحركوش ليها. فاظن يعني غلطات كما هذو بدائيه يخلونا انه اقول انه يعني انا بقدر ماني مقلق يعني نوعا ما بالك بعد الخساره، ولكن فيه وجه من التفاؤل ان شاء الله في هذا الفريق، لان جماعيا كانت هناك كره. حتى يعني انتم اخوان صحفيين تقدروا تشاركوني في البناء الجماعي، كنا ثلاث كرات اربع خمسه ست كرات نلعبوهم باسهل حال لولا كتلكم يعني بلك محاولات يعني او تقل في الكرات لبعض اللاعبين اللي ضيعونا كرات سهله. هذا هو يعني ككل نوع المباراه. شوف التحكيم كان جيد، انا تكلمت على الهدف، التحكيم كان جيد يعني ما كاش يعني وين نقدر نقول هكا ولا هكا. يعني التحكيم كان جيد الا يعني انا قلت ما فيش تسلل، باسكو اذا كان فيه تسلل في الاول هو يجبد، هو حتى سجل الثاني اللاعب الثاني باش سجل. منين جا التسلل؟ سيد جا من اللور، اللاعب تاعي جا من اللور باش يسجل هدف. الاول ما كاش تسلل، الحكم ما رفضش، ومن بعد كي سجلنا الهدف شفنا يعني الحكم رفض. ولكن في كرة القدم يكونوا غلطات كما هكا سواء اللاعبين او الحكام، ولكن عموما نقول لو تقبل الهدف لكانت المباراة دور في صورة اخرى في وجه اخر. ولكن انا قلت لك بقدر ما نقلق بعد يعني الخسارة بقدر ما فيه وجه من التفاؤل في هذا الفريق ان شاء الله. شكرا.